السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرة شانيل. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ما تنسونيش من لايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. كاميليا الراك بطلة مسلسل بنات العساس اللي لقى نجاح كبير ما شاء الله، وكان الاسم ديالها في المسلسل ندى، واللي أدت دور الأخت الصغرى للممثلة دنيا بوتازوت والممثلة منى فتو، واللي تقنت الدور وكانت المهنة ديالها طبيبة، ولكن مهنتها الحقيقية مهندسة ما شاء الله. وهكذا كان تعاملها مع الممثلة دنيا بوتازوت والممثلة منى فتو في كواليس بنات العساس. كيف ما غادي تشوفوا معي أجمل إطلالات ليها، غادي نخليكم على الفيديو. تنتظر تعليقاتكم على الممثلة كاميليا الراك. شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.